انا متابع حضرتك من الاول. طب اتفضلي. دلوقتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، ازيك يا استاذ مصطفى؟ الله اهلا بيكي. هقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه للاستاذ احمد حامد هلال، هو دلوقتي رافع قضايا على رئيس النادي الاهلي بخصوص القضيه اللي اتحفظت اللي هي المحضر 5835/2009 مصر اصل النيل. المحضر ده اللي هو بيقول فيه زميل النقيب ان هو طلع عليه عجز 7000 جنيه، الكلام ده غير صحيح. الكلام اللي بيقوله كله كلام غير صحيح. النيابه حافظت المحضر لان مفيش اي مخالفات على الاستاذ احمد هلال. وهذا المحضر هو اللي قام به رئيس النادي الاهلي، وعلى اساسه فصل الاستاذ احمد من العمل ومن النادي الاهلي. ده يعتبر فصل تعسف. اولا هو حول للنيابه، راح عمل طعن بالتزوير، وراح طب الشرع، مفيش اي مستند عليه، كل القضايا اتحفظت عليه. دي اول حاجه. طيب رفعنا قضيه بالتعويض ضد رئيس النادي الاهلي وضد النائب بتاع مدير عام النادي. بالظبط كده. دي حاجه. ثاني حاجه، احنا رفعنا قضايا ثانيه طب وقص على العمل المحاضر بالنسبه للمحضر 2039 اللي هو بيقول عليه المحضر اللي فيه اختلافات بالنسبه لاتوبيسات النادي الاهلي. دي برضو كلها محاضر اتحفظت في النيابه. لا هو ما قالش اختلافات، قال فيه يعني عدم قانونيه الشراء. لا ما هو بيقول لك الجهاز الميكانيكي المحاسبات قال لك ان في فلوس اتاخدت وفي اجيد من اللي هي موجوده. الكلام ده غير صحيح. اول محضر الاولاني، المحضر الاول كان في النيابه وعملوا فيه تظلم. التظلم نزلت جنحه، التظلم القضيه اتحفظت اتعمل فيها تظلم، التظلم برضه حفظ القضيه ومفيش اي مخالفات وبناء على الجهاز تقرير جهاز الميكانيكي المحاسبات. ودلوقتي مفيش اي حاجه ضد الاستاذ احمد هلال خالص. احنا رافعين قضايا طب وقص على من تقدم بهذا البلد للنيابه، ورافعين قضايا بلاك كاذب عليهم ارض، لان المحضر نفسه ما كانش ضد الاستاذ احمد بس، ضد الاستاذ احمد والنقابه، رئيس النقابه العامه، مش هو الواحد يعني، اكثر من واحد، وكل المحاضر اتحفظت، مفيش اي حاجه ضد الاستاذ احمد خالص، كل القضايا بتاعته كلها انتهت ومفيش اي مخالفات عليه. لكن هو النهارده اتفصل من عمله على اساس ايه؟ ان هو اكتشف واقعه التزوير بتاعت عماد حلمي اللي هو المدير المالي للنادي الاهلي دلوقتي. يا استاذه هوايد، عماد حلمي ده اول توقيع في النادي الاهلي دلوقتي، وبناء عليه بتمشي كل الشغل، مش كده؟ ايوه. بقول لحضرتك النهارده اولا دور التوقيع الاول. حضرتك النهارده الاستاذ احمد اتفصل على اساس ايه؟ محضر رجال اتعمل له واتحفظ. ليه النهارده الاستاذ عماد حلمي واحنا مقدمين بلغ النيابه ان هو مزور وادواته مزوره وبنلاقي المحضر يتحفظ؟ لان في يد خفيه بتساعد الاستاذ حسن حمدي في القضاء وعلى مستوى عالي، وكل الناس عارفين هو اليد الخفيه اللي بتحفظ كل المحاضر، كل المخالفات ضد رئيس النادي الاهلي. انا خلافي مش مع النادي الاهلي، خلافي مع رئيس النادي الاهلي اللي هو بيخالف القانون، بيفصل العمال، يجبر العمال على انهم يقدموا استقالتهم والدار. كل ده ليه؟ اولا النادي الاهلي اموال عامه، لابد ان اي مخالفه النهارده تعتبر اموال عامه. فازاي ليه النهارده الاستاذ احمد بيستهزئ؟ ليه النهارده هو بيقدمه؟ ليه بيفصله؟ عشان هو بينكف في كل حاجه، بيقول وبيقول لا، ما بيقولش على طول يعني. ما انا بقول لحضرتك ثاني حاجه، مجلس اداره النادي الاهلي يعتبر منحل بقوه القانون. حضرتك النهارده في اثنين استقالوا اللي هو الوزير الرياضه الحالي وعضو ثاني الاستاذ خالد مرتجي. النهارده عضو ثاني حاجه رئيس النادي الاهلي النهارده خارج على قضيه، على ذمه قضيه، وده فيها كفاله 200 مليون جنيه، دي قضيه جنائيه. والقضية دي أكثر من بلاغ من العاملين بجريدة أهرام بلغوا عنها، كل القضايا كانت بتتحفظ على ضد رئيس النادي الأهلي. ليه؟ مين اللي بيساعد رئيس النادي الأهلي على إن كل القضايا تتحفظ ضده؟ ودلوقتي القضية اتحفظ، والقضية دلوقتي اتفتحت. لا دلوقتي الكابتن حسن متحول للنيابة لكسب غير مشروع، يعني خلاص المواضيع اتفتحت، مش هيحصل تاني يعني. دلوقتي بقول لحضرتك يبقى الإيد اللي كانت بتساعد رئيس النادي كانت، ودلوقتي كل واحد ياخد حقه. ثاني حاجه، انا رافع قضيه بحل مجلس قضايا النادي الاهلي، رافع قضيه على رئيس النقابه، رئيس اتحاد العمال المنحل اللي هو الدكتور احمد عبد الظاهر. اولا في صدر قرار بحل اتحاد العمال، واتحاد العمال ليس له ان الدعوه الجمعيه عموميه، لان هو النهارده ليس له اي شاف، ده هو النهارده رئيس لجنه مؤقته لتيسير الاعمال، وليس له حق انه يدعو الجمعيه عموميه لانه اي دعوه جمعيه عموميه، وطبقا للاحكام اللي صدرت بحل مجلس اتحاد العمال، وما بني على باطل يعتبر باطل. فهو باطل. شكرا استاذه هويده ابراهيم محاميه الاستاذ احمد هلال. اي حد مسؤول في النادي الاهلي